في السجن كان معي أحد الإخوة الذين نالهم من نصيب هذه الجريمة الشيء الكبير. فأحد الإخوة الذين كانوا معي حينما يأتي الضباط إلى زنزانتنا يتم تهديدهم والسخرية بهم، ومن ضمن أساليب السخرية كانوا ينادونه أين ابن تلك المرأة الجميلة الفاتنة، أين زوج تلك المرأة الجميلة الفاتنة. فهو يصمت حين يأتي الضابط وينادي بهذا، فيردد ويبحث عن فيناديها باسمها، ينادي هذه المرأة باسمها، وبعد ذلك يتبجح الضابط بأنه فعلنا في زوجتك كذا، وفعلنا فيها كذا، ولمسنا من موضعها كذا، وكان فيها الأمر الفلاني فاتنا. كان يحاول أن يذله في زنزانته. فبعد أن خرج الضابط اللعين ولا زال اسمه في ذهني حاضرا، الضابط سلمان الشاووش الذي كان يداهم المنازل ويعتقل الشباب، سألت الشاب، قلت له ما هي القصة؟ فأخبرني بأنه حين اعتقاله ومداهمة منزله مباشرة داهموا غرفة النوم، داهموا غرفة النوم وقد كان مع زوجته بلباس النوم، فأخذوه وقيدوه وجروه في غرفة أخرى وبدأوا يضربونه، ودخلوا 5 من الضباط إلى غرفة النوم وبدأوا يتحرشون بزوجته، وبعد ذلك اقتادوه إلى جهاز الأمن الوطني وهو لا يعلم بحال زوجته التي بقيت وحيدة، حيث الوقت الذي أخرجوه كانوا هم في البيت لم يخرجوا بعد. وكان الضابط عندما يزورنا في الزنزانة في كل مرة كان يتحدث ويضع إصبعه على موضع الجرح ويهدده بأنه سيعاود الذهاب إلى زوجته التي كانت وحيدة في بيته. هذا نوع من أنواع الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام الخليفي وارتكبها الجيش السعودي في البحر.